ما بعد أبو بكر البغدادي مقتل الرجل الثاني. أبو بكر البغدادي الإعلام الروسي بيؤكد والإعلام الإيراني بيؤكد قتل أبو بكر البغدادي خليفة المزعوم لتنظيم داعش. في صور نشرت لمقتل أبو بكر البغدادي، وزارة الدفاع الروسية تكاد تؤكد أنه قتل بغارة جوية في منطقة الرقة. أبو بكر البغدادي اللي كان موجود في اجتماع قصفته القوات الروسية وقتل. بعد كده الإعلام بيتكلم على مقتل الرجل الثاني اللي هو اسمه المشهور بيه أبو عبد الله الكسوفي. اسمه لافدريم وهو ألباني من كوسوفا، البعض بيقول ألباني من ألبانيا. في كل الأحوال هذا الشخص راح 2012 2013 إلى سوريا والعراق، أصبح قيادي كبير في تنظيم داعش. 20 مقاتل بيحموا هذا اللي هو أبو عبد الله الكسوفي. جزار وسفاح، ذبح بإيده ناس كتيرة جدا، أعدم ناس بصواريخ، من أبشع الشخصيات اللي موجودة في تنظيم داعش طبقا للإعلام الأوروبي. إنما دلوقتي في روايتين، رواية بتقول صحيفة ديلي ميل البريطانية إن أبو عبد الله الكسوفي اللي هو الدراع اليمين أو الساعد الأيمن لأبو بكر البغدادي رجع إلى منطقة البلقان ومعاه 400 من مقاتلي داعش، وده معناه خطر على جنوب أوروبا وأوروبا. الصحافة الإيطالية نشرت ده، ديلي ميل نقلت من الصحافة الإيطالية. رواية تانية الشرطة الكسوفية بتقول ده مش صحيح، هو لسه موجود في سوريا. الرواية بقى اللي النهاردة الإعلام الروسي بيؤكد عليها هو مقتل أبو عبد الله الكسوفي أثناء أيضا غارة جوية روسية على الحدود العراقية السورية. إذا كان ذلك صحيحا، ده معناه أن الرجل الأول في تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قتل، وأن الرجل الثاني في تنظيم داعش أبو عبد الله الكسوفي قتل، وده معناه رقم 1 و2 قتل في وقت قصير أثناء انهيار تنظيم داعش، وده هيكون له آثار كبيرة جدا على تنظيم داعش أو ما بعد داعش.